السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا اتفضل. بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. الله يبارك. سؤال عن الميراث. سأل. أبي توفى وترك 5 أبناء. الله يرحمه. الله يبارك فيك. ولدين وثلاث بنات. فالأب كان معاه 35 أرض واخدهم استصلاح زراعي كانت مسلمهم الحكومة. بعدين اتملكوا مع الوقت. فلما راحت الام تطالب بالاخت، الاخت اللي طالب بميراث من اخواتها، الاب توفى والارض بقت باسم الام، ملكت باسم الام. معايا حضرتك؟ بعدين شيخنا 5 فدادين وولدين وثلاث بنات من الاصلاح الزراعي. تمام. كانوا عفوا الاصلاح كان معطيهم لواحد لاشخاص مسميين ام لا؟ الاستصلاح كان مديها لوالدهم، والدهم توفى قبل ما يعني قبل ما الولد يكبروا. بس انا افهم، بس انا احيانا الحالات مثل هذه تكون في شيء اسمه الحاله مبحوثه، فيكون الوالد بحث وكان معه مثلا ولدين او بنتين، فتاتي الهبه من الحكومه للأب والولدين أو للأب والبنتين، هذه مخصوصة بهم. لكن إذا كانت الهبة كلها للأب، 5 فدادين كلها للأب وباسم الأب، تكون تركة. تمام. فحالتك أنت مش فاهم السؤال كويس. تتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت مش فاهم السؤال جيدا. أنت مش فاهم السؤال جيدا، لأن أموال أو أراضي الإصلاح كانت الحكومة تأتي تبحث عن الشخص. زيد من الناس عنده كم ولد؟ يقولون عنده ولدين، فيعطي الهبة باسم الأب والولدين معا. فهمت كلامي؟ وبعد كده الرجل ينجب أطفال آخرين. أطفال آخرين الآخرون هل يرثوا في الأب فقط أم في ميراث الولدين المبحوثين؟ الصواب أنهم يرثوا في ميراث الأب فقط. لا، هي سيدنا الاب توفى وترك ال5 أبناء دول. ما هو انا بس انا اضفت شيء من عندي انت لم باسم الام. فدلوقتي اخت من البنات راحت تطالب بورثها، فقالوا لها الايجار، كانت الارض ايجار واتملكت، فاخواتها الصبيان ما ردوش، قالوا لها الايجار لا يورث وانت ليك ان احنا نرضيكي، بس انت مالكيش ميراث شرعي، مالكيش للذكر مثل حظ الانثيين، ليك ان احنا نديكي كده يعني. او عموما انا اجاوب على الوجهين. الوجه الأول أجبتك عليه. دلوقتي الآن إذا مات الأب وترك أرضا، تمام، وترك زوجة وأولادا وبناته، تمام، الزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص، جزاكم الله خيرا.